صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا من غسله دم والتراب كافور ونسج الريح أكفان والقنا القطي نعشه، وفي قلوب من ولا قبره محفور، سيدي ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب الديار يا أبا عبد الله، صبري غريب هذه الليلة ليلة البكاء، هذه الليلة ليلة العزاء، هذه الليلة ليلة أيتام أمير المؤمنين علي يا علي، هاي الليلة الزهراء فاطمة نسي ضلعها المكسور، نسي الجنين المسقط، هاي الليلة انشغلت بجرح آخر، انشغلت بجرح علي، وكان بها واقفة على باب الجنة تنادي إلي إلي يا علي، لقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه، الله يا هذه الليلة يا ليلة العشرين من رمضان، أرمطت قلبا شائقا حرانا، وتركتني بين اليتامى ساهرا أدعو عسى يشفي الإله أبانا، أدعو عسى يشفي الإله، يشفي الإله أبانا، فجلست عند الباب أنشج حاملا لبنا وأهرق دمعي الغتانا، هذا علي في السرير وعنده القرآن باكين يندب القرآن، فالسيف شق جبينه وهو الذي قد كان منه في الوغى ما كان، والسم يا الله قوض عزمه، بل قوض الإيمان والإحسان، يا أمسى يصلي من جلوس وهو من
وهو من قامت به صلواتنا يا أركانا يا أبكي أبكي لصفرة وجهي ولعيني بالغصب كادت تفتح الأجفان حين أن يكلم بالإشارة ولده ويقر في إغمائه أحيانا أبكي لزينب حين شدت رأسه فدعيت لجرح فؤاده شريانا أن يقول ضع العصابة يا ابنتي لجبين من يسقي الردى عطشانا فأبو الحتوف له سيكسر وجهه فأبو الحتوف له سيكسر جبهته بالغدر يجري نزفها غدرانا يا الله. في مثل هذه الليلة أمير المؤمنين يعاني من نزف جروح زينب إلى جنبه تنظر إلى رأس أبيها ساعد الله قلبك يا زينب. ماذا رأى زينب وما حال زينب هاي الليلة؟ أنا اللي شفت راسي أنا اللي شفت راسي وبيهم كم طعن وجروح راسه غامت الكرار وبالطف راس للمذبوح راس على القنا مرفوع وجسمه عالطرب مطروح وراس مغسل بطبره والثاني بدمى نحره يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم إليك يا مظلوم يا مظلوم أنا اللي شفت نعشين نعش قبالي تشيع وعالغبرة جسد لحسين سوف العدم بضع نعش الأرض النجف والدو ونعش بحومة المصرع نعش انشال عالي كتاب ونعش ثلاثة بالغبرة يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم في مثل هذه الليلة أقبل جملة من الأطباء وعلى رأسهم أثير بن عمرو الجراح السكوني قال علي برية شاة حارة استخرج منها عرق أنزلوا في موضع جرح أمير المؤمنين
ثم أطبق الجرح على ذاك العرق. الكل ينتظر كلمة شفاء من هذا الطبيب. أولاد أمير المؤمنين ينظرون إلى بعضهم البعض. الإمام الحسين نظر إلى زينب. الله يا زينب شي يقول لأمير المؤمنين؟ من دمعة عيون الطبيب يا زينب من دمعة عيون الطبيب جرح الوصيلة ما يطيب. يختبون راح يغيب يطول غيابه والجروح. نظروا إلى الطبيب قالوا يا أثير أخبرنا عن أمير المؤمنين هل له من عافية؟ استخرج ذاك العرق وإذا به مكلل بالبياض من مخ أمير المؤمنين. قال يا علي اعهد عهدك وصي وصيتك. لقد وصلت الدربة إلى الدماغ لا شفاء يا علي. والله فحص جرح الطبيب ونكس الراس اتحير بأمري عنا شو يخبر الناس. نظر لي الحسن والدمعة بالعين وظن قلبه شعر بالفاجعة حسين. من شاف الصفق لي صار بيمين وحبس وناته قوة بصدر عباس. قالهم يا غلي هالساعة وادعو وعلى بناته يسلم دخلوا. أخاف يموت تالي وما تلحقوا تراي من آخر الأنفاس. وإذا بصراخ أولاد المؤمنين أولاد أمير المؤمنين وأبداه وعليا. صار يدخل الناس على أمير المؤمنين الأيتام بأيديهم أقداح اللبن. أمير المؤمنين قال سلوني قبل أن تفقدوني ولكن خففوا عن إمامكم. ثم قال بني حسان فليخرج الكل من الدار إلا ولدي فاطمة. خرج الكل من الدار نظر أمير المؤمنين صاح أين ولدي العباس؟ نظر الحسين يمينا شمالا ما رأى العباس. وإذا بالعباس واقف خارج الدار. أخي عباس لماذا أنت خارج الدار؟ قال إن أبي قال فليخرج الكل إلا ولد فاطمة وأنا لست من ولد فاطمة. قال أخي عباس أنت عين فاطمة. دخل العباس أخذ بيده أمير المؤمنين نادى أين حبيبة قلب زينب؟ أقبلت زينب وضع يدها بيده. قال عباس هذه وديعتي عندك هذه أمانتي عندك. ثم نادى أين الحسن؟ أقبل الحسن قال بني بني كأن بك مسموم وقبرك مهدوم وتمنع جنازتك من الدفن. ثم نادى النداء الأخير وهذا النداء
عزيز على قلوب الغيارة، وين راح قلبك هاي الليلة؟ نادى يا حسين يا حسين يا حسين، ابني حسين كأني بك تذبح من الوريد إلى الوريد، مذبوحا غريبا عطشانا طبقى ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفن. قل لا يا ابويا مصيبتي ما هي عجيبة، عجيبة السهام جسمك تصيبة، واختك سبية تمشي غريبة، والأعظم تطوب مجلس الفجار. آه يا زينب تمشي يا زينب سبية، ودعهم ونادى الحسن من بعد تنتظرك محن، يشتت شملكم الزمن تقضي من السم والألم، وعينا على ابن الشهيد قل له يا محزوز الوريد، تتوسد بحر الصعيد ويتوسط بقلبك سقم. ثم دار عينه إلى زينب شقل انقل الغيائم الخدر، تمشي سبية باليسر وتقابل المحنة بصبر، تمشي سبية ويا الحرم، تمشي سبية ويا الحرم، وكأني بزينب شو تقول له؟ قل له يا ابو زينب بالسلامة يا ولينا، يا ابو زينب زينبك صارت حزينة، يا ابو زينب ظلمت الدنيا علينا. يا ابويا ما يلي براسك عصابة، يا ابويا هالجروح في قلبي صابة، يا ابويا اسمعي الصيحة يا يابا. بينما هم كذلك يقول الأصبغ بن نباتة، وقفت على باب دار أمير المؤمنين، وإذا بي أسمع الصراخ من داخل الدار، وابتا وعليا، لأن الإمام كان يخشى علي ساعة بعد أخرى. خرج إمامنا الحسن قال يا أصبغ ما وقوفكم على باب دار أمير المؤمنين؟ يا أصبغ انطلق، إن إمامك مشغول عنك بنفسك. قلت سيدي إن نفسي لا تطاوعني، وقدماي لا تحملاني، حتى أرى سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي. دخل إمامنا الحسن ثم عاد وخرج، قال يا أصبغ لقد أذن لك بالدخول. يقول الأصبغ دخلت نظرت إلى أمير المؤمنين معصب بعصابة صفراء، أنا لا أدري أوجه أشد صفراء أم العصابة، صرت أبكي. قال لي يا أصبغ لا تبكي،
إنها الجنة. قلت سيدي والله أعلم أنك ماض إلى الجنة، ولكن أبكي لفقدك وفراقك يا أمير المؤمنين يا علي. يقول الأصبق خرجت وصلت إلى باب الدار، وإذا بالصراخ على ثانية من أولاد أمير المؤمنين وأبتاه وعليا. ثم التفت أمير المؤمنين إلى أولاده، قال بني حسن حسين أوصيكما بتقوى الله، أوصيكما بالصلاة فإنها عمود دينكم. الله الله في الصلاة فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله الله في اليتامى فلا تغبوا أفواههم. بني حسن حسين ستخرج عليكما الفتن منها هنا ومنها هنا، فعليكما بالصبر فإن الصبر ممدوح العاقبة. بني حسن إذا أنا قضيت نحبي غسلني حنتني كفني صلي علي وكبر علي سبعا، واعلم يا بني أنه لا يجوز على أحد قبلي ولا بعدي إلا على رجل يخرج في آخر الزمان من صلب أخيك الحسين. وضعني في نعشي ولا تتقدم النعش فيرتفع مقدمه فاحملوا مؤخره، وسيروا اينما سار واينما وضع المقدم فضع المؤخر، فترى قبرا محفورا ولحدا مشكوقا وساجه مثقوبه مكتوب عليها هذا ما ادخر نوح النبي للعبد الصالح علي. ثم دار عينيه في أولاده قال أولادي فلمثل هذا فليعمل العاملون، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يا الله يا محمد يا زهراء عرق جبينه سكن أنينه أغمض عينه أسبل يده. يا الله يا محمد يا زهراء يا حسن يا حسين يا حسين يا حسين، وفارقت روحه الدنيا رحم الله من نادى وإماما. أيوا عليا صحوة نادي يا علي يا علي، هاي الليل إلى النجاة صحوة نادي يا علي. قام إمامنا الحسن روحي له الفداء، وضعه على لوحة المغتسل صار يصب الماء. أمير المؤمنين يتقلب يمينا وشمالا دون أن يقلبه أحد. نعم صلى عليه، وضعه في نعشه، ارتفع مقدم النعش، حملوا مؤخرا، مشوا قليلا وإذا بالصوت أخي حسن حسين مغلا مغلا. قل له يا شيال نعشبونا ونا والله يردن بنات يودعنا يودعنا يا 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 ويشب عنا شايف يا واف منا بليلة قدر نعش الوصي خلي يحمل جبريل. نزلت ملائكة السماء شيع عليها الليلة بليلة قدر نعش الوصي خلي يحمل جبريل. نزلت ملائكة السماء
شيع عليها الليلة زينب تنادي يا الحسن ريت بنعش الوالي خليني اشبع شوفته فارقني عز الغالي مقدر اشوف بالنعش شيع ولي نقبالي قلبي الفطر من انظره لفراق مالي حيله يا البدر كبل ليت قدر نور خسف وهلالك خليني داوي طبرته من دمعتي الهمالة قل بأمان الله علي جنيت عدن شيالة هذا الوداع ونفطرك لحدك تنام الليلة صاح الحسن يم الخدر كف الدمع خلينا شيل الجنازة للقبور وندفن علي ولينا بوداعت الله يا علي بوداعت الله يا علي هالمحنة صعبة علي سلم ع أمي فاطمة واخبرها حال العيلة شمال الحزن فقبابة يا 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 تقل شمال شمال يا شمال الحزن فقبابة علينا علينا والله فجعنا فجعنا بالذي بشخصة علينا هالليل نطب الراس علينا علينا السماء والأرض نصبت له عزية هي والله السماء والأرض نصبت له هي عزية مشوا بنعش الإمام يقول محمد بن الحنفية والله ما مر نعش أبي أمير المؤمنين من أمام حائط من أمام نخلة وحائط إلا وانحنى لأمير المؤمنين علي وإذا بالملائكة تنادي في السماء الوداع الوداع يا علي يا علي يا علي يا علي مشوا بالنعش إلى أن وضع المقدم وضعوا المؤخر وإذا بقبر كما قال الإمام وإذا بالصوت من داخله إلي إلي يا علي لقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه أنزلوه في ملحودة قبره أهال التراب كتب بإصبعه الشريف هذا قبر علي بن أبي طالب ثم عاد روحي له الفداء مر على تلك الخربة وإذا بالأنين والحنين من داخل الخربة دخل الحسن والحسين وإذا بشيخ كبير قال له يا شيخ مما بكاؤك قال كان لي رجل يتعاقدني طعامي وشرابي قالوا له يا شيخ صفه لنا قال أنا أعمى ولكن كان لي أيك الأم الشفيقة على ولدها كان ينقلني من الشمس إلى الظل كان يتعاقدني بطعامي وشرابي وهذا اليوم الثالث ولم يحضر إلي قالوا له
بلغوا يا شيخ هذا أبونا علي. قال وأين هو الآن؟ قال يا شيخ الآن فرغنا من دفنه. قال سيدي بالله عليكم أخذاني إلى قبره. جاءوا بي إلى قبر الإمام رموا بن رمى بنفسي على القبر صار يحث التراب على راسه ويقول إلهي عجل بوفاتي لا طاقة لي على البقاء في هذه الدنيا. يقول إمامنا الحسن والحسين بينما هو كذلك حركاه وإذا هو كالخشبة اليابسة مات على قبر الإمام. الله هذا مات على قبر الإمام وهناك طفلة للحسين اسمها رقية هاي عزيزة الحسين ماتت على رأسي في تلك الخربة. لما جاولا برأس أبيها رمت بنفسها عليه أبا أبا من الذي قطع الرأس الشريف أبا من الذي خضب الشيب العفيف. تقول يا أبويا والله ضيمة أنا الصير من صغري يتيمة الديار لأبو يا ناس خيمة خيمة يفي على بناته وحريمة. ما زالت تقول أبا حتى خمد صوتها. نظر النساء إلى زينب زينب لقد نامت اليتيمة على رأس أبيها. التفت الإمام زين العابدين عم زينب قومي وجدد المأتم. قالت بمن يا ابن أخي؟ قال عم لقد ماتت أختي رقية على رأس أبيها. انقل لقويا يا ابو علي والله حيرتني انا حرم بيتي ما كلفتني خويا وما بين عدوانك عفتني هي والله ما بين عدوانك هيك عفتني يا ذي زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال. يا الله إلهي باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تعجل بفرج مولانا وصاحب زماننا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. إخواني الحاضرين المستمعين ما أوصاني من أوصاني بالدعاء اللهم وفقهم لمراضي جنبهم عن معاصي علمائي الربانيين في مشارق الأرض ومغاربة ارحم الماضين واحفظ الباقين لا سيما سماحة السيد أحمد اللهم طلب عمره سدد خطاه ارحم موتاه ارحامه المنسيين من مات على ولاية أمير المؤمنين موتى الحاضرين. روح والدي بلغ الجميع عنا ثواب ما قرأنا وثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى الأصوات.